جلسة حوارية حول المسار الإعلامي بمناقشة قضايا التعليم، ولقاء تشاوري مع قناة رؤية ومختصين بارزين في المجال التعليمي من نواحي الاهتمام وتسليط الضوء حول ثقافة الابتكار ومواجهة التحديات، بالإضافة إلى تطوير وتنمية إبداعات الشباب بطرق متساوية ومتكافئة تخدم الجميع، ودراسة التجربة الوطنية الأردنية التعليمية بناء على أسس متعددة. كثير من السياسات اللي تبنى بدون تحليل للواقع اللي احنا فيه، أو بدون استخدام مؤشرات إحصائية علمية دقيقة، وحتى نكون عارفين وين احنا اليوم وين بدنا نصل بعد 10 سنين، فلا بد من وجود أرقام تدلنا على هذه الطريق. وهذا يشير إلى أنه ثقافة استخدام المعلومات والمؤشرات في اتخاذ القرار أصبحت شبه معدومة. خلال اللقاء التشاوري تم نقاش كيفية تحسين جودة التعليم من نواحي المحتوى والمضمون، من استراتيجيات ومناهج، والتأكيد على حقوق المرأة والمجتمع بكل أطيافه، بتطوير المواد التعليمية بما يتوافق مع حقوق الإنسان، ونبذ الفكر المعادي لحقوق الإنسان من خلال نظام التعليم في الأردن، بالوقوف على إيجابيات التعليم ووضع حلول عملية حول السلبيات على المستوى الوطني. الرؤية تبعتي بدي أردن ديمقراطي عصري حداثي، يأخذ الناس بالأمل للمستقبل، بشوف إمكانياتهم وطاقاتهم، بحبهم وبيعطيهم. بدي الأردن المعطاء اللي تأسس على أسس العطاء والكرم، العطاء بالروح، أن أحميه من خلال نظام تربوي عصري حداثي تنويري بيأسس للعقلانية ولمنهجية التفكير العقلاني، منهجية التفكير الحر، منهجية التفكير المبني على السؤال، مش على الحقيقة الواحدة المطلقة الثابتة، على أن أسمح لحفيداتي إنهم يكونوا مبادرات، مجازفات، خلاقات، ما بيخافوا، ما عندهم سقف يخوفهم إلا مواطنتهم الصالحة، إلا أن يقدموا لمجتمعهم كما قدم لهم المجتمع. ويهدف الاجتماع لمناقشة واقع النشاطات المدرسية في المملكة، وتحديد أهم المواضيع والتحديات التعليمية والتركيز عليها خلال الفترة القادمة من خلال برامج وزارة التربية والتعليم، والخروج بخطة عمل مناسبة لتنفيذ برامج ملائمة بشكل عملي تساهم في زيادة المعرفة والوعي بأهمية العدالة التعليمية وكفاءة النظام، وربط الجانب التعليمي بالجانب النفسي. علي أن أخلق مدربين جيدين حتى يستطيعوا إعداد معلم جيد. إذن ليس هناك مدرب، ليس هناك جامعة تعتني. جامعات الأردنية عمرها ما وقفت طالب وأعطته موقف تعليمي كيف تكون في الصف. المعلم اللي خلص فيزياء ما بيعرف يدير غرفة صفية، إدارة الغرفة الصفية علم بحد ذاته، وبالتالي على المعلم قبل أن يعلم يجب أن يكون ملماً في الإدارة المدرسية وإدارة الصف. الأمور النفسية المتعلقة في الطالب هي أساس العملية التعليمية. إحنا دائماً بنناقش التعليم والتربية والتعليم بمنطق من هو المعلم أو الأستاذ أو المنهاج، ونغفل أو نتجاهل الحاجات النفسية والاجتماعية والجسدية للطالب، لأن الحاجات النفسية للطالب هي أساس النمو المعرفي عند الطلاب وكيف الطالب بيفكر. في الختام، أعطى المشاركون في هذه الجلسة الحوارية حول المسار التعليمي الأردني بعض الاقتراحات لإدارة قناة رؤية حول دور القناة الهام في نشر الوعي حول القضايا التعليمية الأردنية من خلال برامج قناة رؤية المتنوعة والموجهة لجميع فئات المجتمع. أيمن الحمود، رؤية